عزيزي المشاهد، أهلا بك معنا في حلقة الليلة من برنامج ملفات. برنامج ملفات اليوم سيستعرض كل ما يجري على الساحة وما يتعلق بالمشهد الداخلي بكافة أبعاده وتطوراته، ولا يخفي على أحد الجهود التي تبذلها القيادة السياسية منذ توليها سدة الحكم من أجل خلق غد أفضل للمواطنين. فعلى مدى أكثر من 8 سنوات تواصلت مسيرة التنمية وفقا لبرنامج إصلاح اقتصادي استطاعت من خلاله الدولة احتواء تبعات فيروس كورونا العالمي. وعلى نفس الخطة تسير البرامج، برامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وبصفة عامة والوقود بصفة خاصة، إضافة إلى نقص في المواد الغذائية عالميا. للحديث عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة الأسعار ومطالبة رئيس الوزراء للمحافظين بمتابعة الأسواق وتطبيق التعريفة الجديدة، يشرفنا بالحضور الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عامر والمتخصص في شؤون وزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. لكن اسمح لنا أولا نخرج لفاصل أعدته الزميلة شيرين حلمي، وبعدها نتابع الحديث مع ضيفنا الكريم. نتابع. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ضوابط مشددة لمواجهة البعض لاستغلال زيادة أسعار الوقود، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل بأجهزتها كافة على ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولر لرفع أسعار السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى التحليل الذي أجراه اتحاد الغرف التجارية على زيادة تكلفة السلع في ضوء تحريك أسعار المنتجات البترولية، ومن نتائجه أن الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في 1000، وهي نسبة طفيفة للغاية، ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط. وخلال اجتماعه مع مجلس المحافظين حذر رئيس الوزراء من عواقب استغلال البعض لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة. ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة في جميع الخطوط. هذه الإجراءات والتصريحات تزامنت مع استقرار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات التموين في مختلف المحافظات، وكذلك انتشار الملصقات التي توضح للمواطنين الكرام الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة الجديدة للركوب التي تم إقرارها مؤخرا. ومعنا ومعكم ضيفنا الكريم الأستاذ صلاح عامر المتخصص في شؤون وزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. بداية، ارتفاع الأسعار مش موجود في مصر فقط، ولكن نقدر نقول إن هو موجود في معظم دول العالم، لكن أقل الدول ارتفاعا للأسعار نسبيا مصر. طبعا. خلينا نقول للمشاهد يعني إيه اللي أدى إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل في هذه المرحلة، ويمكن احنا عندنا أكتر من حدث مهم جدا من ضمنها الأزمة الأوكرانية. نعم. ومن ضمنها صحيح. فيروس كورونا. صحيح. يعني عايزين نعرف كده مجمل هذه الأحداث والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار. والله يعني أولا أنا بشكر حضرتك على هذا البرنامج وهذا السؤال، لأن سؤال مهم جدا للمشاهد الكريم اللي بيسمعنا دلوقتي في قناة النيل الأخبار في برنامج ملفات. التسعير في لجنة التسعير طبعا للمواد البترولية بتبقى ربع سنوية. نعم. لتحديد الأسعار اللي هي زيادات العالمية. يعني تعلم جيدا حضرتك خلال الشهور الماضية كان في تخفيض برضو في لما الأسعار العالمية نزلت قبل اللي هي الأزمة الأوكرانية الروسية، نزلت قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وخاصة قبل جائحة كورونا، نزلت الأسعار كان بواقع 25 قرش على اللتر سواء في البنزين أو المواد البترولية عموما، ونزل حوالي يمكن مرتين أو ثلاثة.
لما الأزمة الأوكرانية وخاصة بعد برضو جائحة كورونا كان بتجتمع لجنة التسعير في المواد البترولية، ودي طبعا في وزارات بتبقى ممثلة فيها، وزارة البترول طبعا، وزارة التموين، مباحث التموين معاهم، عدد من الوزارات، وزارة التنمية المحلية، دي تحديد اللي هو ايه الأسعار الزيادات الطفيفة. وطبعا هذه الزيادة يمكن كان كل مرة كان بيزيد حوالي 25 قرش على اللتر أو حاجة زي كده، لأول مرة يعني زادت المرة دي عشان الزيادات العالمية اللي حصلت على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة إن أسعار المواد البترولية رفعت، وصلنا لحوالي دلوقتي 100 دولار للبرميل أو وارتفعت 130 يعني 130 دولار للبرميل اللي في الوقود يعني. فده طبعا طبيعي إن هي أزمة عالمية وارتفعت الأسعار عالميا، بس كان إحنا أقل حدة. بمعنى إيه؟ إن كان في توجيهات من القيادة السياسية لوزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير يعني أرصدة احتياطية من السلع الاستراتيجية، وده كان أدى إلى يعني ما حسيناش بالأزمة، خاصة في فترة جائحة كورونا. يمكن العالم كله حس بجائحة كورونا، ولكن هنا احنا عندنا في مصر لم نتأثر إطلاقا ب أو كان يعني في يعني حاجات بسيطة جدا أو طفيفة أو محدودة نسبيا. ليه بقى؟ لأن احنا كان عندنا أرصدة احتياطية من 3 شهور 6 شهور في السلع الاستراتيجية، وعندنا في القمح 6 شهور، وعندنا في يعني الرز برضو عندنا برضو اكتفاء ذاتي ونسبة يعني 100% وفائض مليون طن، وهكذا يعني السلع الاستراتيجية كانت مؤمنة بالكامل، سواء برضو رغيف الخبز برضو موجود ومتوفر، لم نتأثر بهذه الأزمة. طبعا حتى في ارتفاع أسعار السرار حاليا وزارة التموين تكفلت بالكامل التكلفة التصنيع ولم تحملها على أصحاب المخابز، اللي هو فرق السرار يعني. فأصبح رغيف الخبز لغاية النهاردة برضو بخمس قروش، فأصبح دلوقتي حاليا في ضبط للأسواق المحلية، ولم نشعر بأي ارتفاعات في الأسعار حاليا يعني. احنا بنلاحظ برضو ان الزيادة دي بتأثر على اشياء كتيرة يعني في الاسعار، لكن بنلاقي برضو زي ما قال يعني اتقال في المؤتمر الصحفي ان احنا محتاجين وقفة حاسمة ضد محاولات زيادة الاسعار. فازاي نقدر احنا كمجتمع ومجتمع مدني نقف وقفة حاسمة ضد زيادة الأسعار المبالغ فيها من بعض التجار اللي نقدر نقول عليها يعني جشعيه. في جشع كبير في هذا الأسلوب. هو بص حضرتك يعني هو يعني التوجيهات طبعا صريحة وواضحة، نزول في الأسواق المحلية والمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال التجزئة والسوبر ماركت وكل المحلات دي كلها. عندنا أجهزة رقابية زي وزارة التموين، دي جهة رقابية متمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة المركزية للرقابة، وجهاز حماية المستهلك برضو له دور مهم جدا جدا. وحضرتك يعني أي شكوى بزيادة الأسعار، سواء في إذا تكلمنا على تعريفة المواصلات والكلام ده، أي زيادة غير غير المعلن عنها في جميع المواقف السيرفيز، يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588. يا ريت المشاهد الكريم يحفظ هذا الرقم، أو إرسال شكوى من خلال البريد الإلكتروني أو البريد الإلكتروني بتاع جهاز حماية المستهلك أو غرفة العمليات، أو إرساله في الجهاز نفسه أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، للوقوف لهذه المسألة. لأن طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال حد يرفع السعر بدون مبرر. يعني احنا عندنا هنا زيادة، يعني رئيس الوزراء عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استقرار الأوضاع ومنع أي نوع من أنواع الاستغلال الخاطئ، وبالذات النقل الجماعي والسيرفيس. وإن الزيادة أقصى زيادة 7%. صحيح. كيف ستتعامل الدولة مع الأشخاص اللي بيزودوا عن كده؟ هيكون إيه الوضع؟ هو الوضع لحضرتك أي حد يعني أنا أي مشاهد أو الناس اللي بتركب وسائل المواصلات المختلفة، اي حد يلاقيه بيرفع السعر عليه يعني تصوير اللي هو رقم العربيه او السياره والكلام ده كله، ومعرفه التوقيت اللي هو ركب فيه، لو زود عن الزياده اللي هو التعريفه الرسميه اللي حددتها وزاره التنميه المحليه وفي المواقف والسيرفيز، او يتصل بيه برضو جهاز حمايه المستهلك. ليه؟ لان ده طبعا يعني الغرامه يعني حددتها حتى وزاره التنميه المحليه اعتقد 500 جنيه، وسحب الرخصه
يعني وهكذا برضو جهاز حماية المستهلك برضو بيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في أي مخالفات من رفع التسعير عن التعريفة المعلنة، يعني سحب الرخصة، صاحب الرخصة والغرامة 500 جنيه. نعم. فده طبعا ضمن، وعلى فكرة في حملات حضرتك احنا عندنا يمكن في جهاز حماية المستهلك أكتر من يمكن 20 مكتب فرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات كلها، وبينزلوا بحملات برضو متخفين بقى، يعني بيركبوا وسيلة المواصلات ويشوفوا فعلا هل فعلا ملتزمين بالتعريفة الرسمية اللي حددتها وزارة التنمية المحلية ولا لا، ويظبطوا المخالفة بيحولوه طبعا على بتم تحرير محضر وحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ده بيعمل عملية يعني اطمئنان للراكب اللي بيروح شغله كل يوم واستقرار الأوضاع، لأن نعم. أي حد أنا يمكن ساعات بنستخدم برضه المواصلات العامة يعني، فممكن حد سائق من يعني سائقين اللي هم محترمين واللي هم يعني شرفاء ما يقدرش يرفع، يعني في ناس بتستغل الفرصة أول ما يرفع سعر أو تسعير اللي هو المواد البترولية هو بيرفع سعر من عنده هو، وده خطأ كبير جدا وقع تحت طائرة القانون، وده بيتحاسب يعني وبيتم تسجيل الرقابة عليه يعني. أستاذ صلاح عامر، يعني يمكن سيادة رئيس الوزراء حدثنا عن أن هناك مبادرات في وزارة التنمية المحلية، ومن أهم هذه المبادرات مبادرة صوتك مسموع، ويمكن من اسمها نعم. صوتك مسموع. تمام. وده هيكون من خلال ان اي شكاوى او اي اخطاء تحدث فبيتواصل المواطن مع الجهات الرقابيه علشان يقدر يقول ايه شكوى ويكون صوتك مسموع. هنا عايزين نتكلم على اهميه هذه المبادرات للقضاء على هذه الازمات اللي بتواجه المجتمع، ومن هنا يظهر دور المجتمع المدني في مواجهة هذه الأزمات، لأن طبعًا. المواطن بيكون شريك. صحيح صحيح. احنا طبعا هو يعني المبادره دي موجوده طبعا وموجوده على الاونلاين برضو، يعني صوتك مسموع، وبيتم فعلا يعني التواصل مع الشاكي ويتم عمل تحريات عن الموضوع نفسه، وبيتم اتخاذ اجراءات قانونيه حيال اي مستغل برفع التعريفه او زياده في اسعار المواصلات. اما بجانب برضو يعني وزاره التموين برضو لها دور برضو بتنزل حملات، احنا بنتكلم على يمكن اكتر من 7000 مفتش تمويلي بينزل على الاسواق عند في قطاع التجاره الداخليه، ليه دور برضو مميز، بينزل برضو على المحال التجاريه والانشطه الصناعيه والكلام ده كله، بيتاكد برضو من عدم رفع الاسعار عن التسعير المحدده. طبعا احنا اذا اتكلمنا برضو مناشده برضو للغرف التجاريه واصحاب المحلات التجاريه والتجار ومنافذ التجزئه، ان ما لا داعي لرفع الاسعار بدون مبرر، لان هذه الزياده زياده طفيفه ومحدوده، يعني دي زياده مثلا 6% او 7% لن تؤثر، وبعض التجار الشرفاء طبعا هيكون لهم دور مميز بامتصاص هذه الزياده او هذه يعني التحريك في الاسعار المواد البتروليه، ودي هتبقى محدوده، وبجانب بعض التجار يعني بنسب محدوده، لان طبعا انا دلوقتي يعني المفتش التموين اللي بينزل اول حاجه بينزل على المحل التجاري بيشوف الفاتوره الضريبيه، نعم يعني بيشوف الفاتوره الضريبيه اللي هو اللي بيستلم بها السلع، لازم يحدد سعر الفاتوره الضريبيه تختلف عن البطاقه الضريبيه. ايوه طبعا، الفاتوره الضريبيه او فاتوره الشراء. أيوة. يعني فاتوره الشراء دي بيشتري من المصنع ياخد من المصنع يعني، فبيحدد في مكتوب طبعا الفاتوره الضريبيه والسجل التجاري، ده كله مسجل على فاتوره الشراء. نعم. بمعنى ان لازم يكون محدد سعر المصنع، سعر المنتج النهائي للمستهلك، يعني سعر المصنع ومحدد هامش الربح. انا دايما بحب اقول للتجار، ليه الناس بترفع بسعر يعني نسبه 50% وساعات يعني حاجات يعني بتوصل لارقام خياليه مبالغ فيها، ليه ما نكونش في تحديد هامش ربح؟ يعني كان في يمكن نتكلم على تسعيره استرشاديه موجوده اعتقد حاليا في الخضر والفاكهه، يعني في تسعيره استرشاديه كل يوم اعتقد بيجي لي بيان من الجهاز التنفيذي لسوق الجمله في 6 اكتوبر كل يوم بعرف الاسعار على فكره. مثلا اتكلمنا مثلا على اسعار الخضار والفاكهه، يعني لاول مره يمكن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء قال ان لاول مره على مدى 6 شهور اللي فاتت تنخفض الاسعار، يعني مستقره في اسعار خضار وفاكهه بنسبه 16% خضار و14% فاكهه.
فدي يعني دي حاجه كويسه يعني. المفروض حتى النهارده لو تعلمي جايين لحضرتك يمكن اسعار الطماطم نزلت دلوقتي 3 كيلو ب 10. طيب ده رجع لايه رغم كل هذه الظروف؟ رغم ده ممكن ياثر على مثلا بنتكلم على تعريف النقد. طيب ده راجع لايه؟ دي احنا حضرتك عشان زياده المعروض وعندنا انتاج اكتفاء ذاتي من المحاصيل الحقليه او المحاصيل الزراعيه والخضر والفاكهه بنسبه 80%. يعني احنا بنستورد نسب بسيطه جدا، يعني عندنا اكتفاء ذاتي خضره وفاكهه، بجانب ان يعني اسواق احنا في منافس كمان طبعا قطاع التجاره الداخليه يعني نجح في جذب استثمارات بنسبه يعني بقيمه 50 مليار جنيه. يمكن انا هنا عايزه برضو يعني اشير الى حاجه، المعارض ومنافذ البيع الكثيره واللي هي فعلا بيبقى فيها الاسعار مناسبه. صحيح. هل ده سبب من ضمن الاسباب؟ دي سبب من ضمن الاسباب. وعلى فكره يعني توجيهات القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المحافظين يمكن عشان ازمه على خلفيه الازمه الروسيه الاوكرانيه وكان جائحه كورونا، وجه باستمرار المنافذ والمعارض مش في رمضان بس، يعني لا تستمر على طول العام. واحنا شايفين ما شاء الله منافذ كلنا واحد، منافذ الخدمه الوطنيه، منافذ وزاره التموين، بتكلم على مجمعات استهلاكيه 1300 منفذ منتشرين على مستوى الجمهوريه، بتكلم على يعني معارض موجوده ما زالت موجوده باسعار مخفضه بنسبه 25% 30%، دي بتعمل عمليه توازن في الاسعار. نعم. وهي رمانه الميزان. نعم. دي بتعمل ضبط الاسواق المحليه يعني. طيب احنا لو تحدثنا عن القوانين والتشريعات التي وضعت. نعم. لمواجهة جشع التجار، هو في قانون حماية المستهلك الجديد طبعا وضع مادة اعتقد في مادة 6 او 10 ان اي سلعة يتم رفعها او يكون في تعطيش ليها من حق او تدخل رئيس مجلس الوزراء في تحديد السعر الجبري. يعني ده حصل عندي حضرتك لو تفتكر معانا لما رفعوا سعر الرغيف اللي هو الحر السياحي. لما دي رفع يعني على خلفيه الازمه الروسيه الاوكرانيه، تدخل فورا بوضع يعني تعريفه اللي هي رغيف الخبز بنفس الوزن، يعني كيلو ب 11 جنيه يعني، وده وضع يعني رغيف الرغيف اللي هو الفينو اللي هو كان رفع بجنيه وبجنيه، لا نزله في السعر اللي هو كان موجود بالفعل لمده يعني 3 شهور يعني. طيب. دي كان تدخل. قانون حمايه المستهلك برضو حدد اي حد يرفع الاسعار بدون مبرر فيها حبس يمكن توصل من 3 سنين، من 6 شهور ل3 سنين، والغرامه ممكن توصل لمليون جنيه. طبعا دي عقوبة رادعة وتخلي الإنسان أو الإنسان يعني التاجر اللي بيستغل يعني يخاف يعني يرفع سعر بدون مبرر، لأن في أجهزة رقابية، في وجود حملات رقابية مستمرة في طول الوقت وطول الأسبوع يعني، فده بيعمل عملية ضبط الأسواق بشكل مستمر يعني. أستاذ صلاح عامر اسمح لنا نخرج لتقرير أعد الزميل أشرف عبد المقصود ونرجع نواصل الحديث مع ضيفنا الكريم، نتابع. منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يبذل جهودا متواصلة من أجل توفير السلع بجميع المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنسيق مع المحافظات كافة والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة. كما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما لدعم المواطن في مواجهة المشاكل الخاصة بالأسعار من التجار الذين يحاولون مرارا وتكرارا مضاعفة الأرباح، وأصدر سيادته توجيهاته التي تؤكد حرصه الدائم على ضبط الأسواق ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالأسعار، مشددا في ذات الوقت على توفير جميع السلع في كافة المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة للمواطنين، مع تنظيم حملات لضمان التزام منافذ السلع بالأسعار المقررة. وقد عملت الحكومة من جانبها وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستيراد سلع خارجية لسد الفجوات وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة حتى تكون في متناول المواطن البسيط، ما يجعل هناك تنافسية بين التجار في خفض الأسعار. ووفقا لبرامج اقتصادية ناجحة استطاعت الدولة احتواء تبعات كورونا وتحدياتها، وأيضا وضع الخطط المواجهة للاحتواء العديد من التحذيرات سواء داخليا أو خارجيا بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار
بسبب تأثر أسعار النفط والعملة وتأثير ذلك أيضا على عمليات الاستيراد والتصدير. مع الحرص الدائم على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بحملات تفتيشية بشكل مستمر وعلى جميع الأسواق وعدم السماح لأي أحد بالتلاعب في الأسعار، كل هذه الخطط أثمرت في ظل الجهد المبذول من الدولة على مدار الثماني سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية وبخاصة القمح، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرج منها على بطاقة التموين من أجل تيسير الأعباء على المواطنين وضمان حصولهم على متطلباتهم الأساسية بأسعار تتناسب مع ظروفهم المعيشية والأوضاع المالية والاقتصادية الناجمة عن التحديات والأزمات العالمية. ونستكمل الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ صلاح عامر المتخصص في شؤون وزارة التموين والتجارة الداخلية. ما هي الجهود التي وضعتها والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة جشع التجار في نقاط؟ والله هو يعني وزارة التموين طبعا بتقوم بدور بارز ودور مهم جدا، وحتى اسمها مسمينها وزارة التموين وزارة حرب، يعني وزارة أزمات، يعني في أي أزمة بتحصل وزارة التموين بتتدخل من خلال، احنا بنتكلم على 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتكلم على 1300 منفذ لمجمعات استهلاكية منتشرة على مستوى الجمهورية، بتكلم على برضو على المنافذ اللي هي الثانيه اللي هي مشروع جمعيتي برضه، هو احنا بنسميه اشبه بالميني ماركت او يعني محل صغير زي مجمع استهلاكي صغير، ده بيوفر يمكن ده منتشر على طبعا احنا هنتكلم على 8000 مستهدف، 8000 فرع لمشروع جمعيتي، ودي بتوفر فرص عمل، ده منتشر في كل محافظات اه طبعا بنسبة يمكن 50% في محافظات الوجه البحري و 50% من محافظات الوجه القبلي، ومنتشرة وبتوفر على فكرة السلع التموينية ومقررات السلع التموينية، بتوفر فارق نقاط الخبز، عندها برضو بعض منها عندها التلاجات لطرح اللحوم والدواجن والأسكب بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية اللي موجودة تبع وزارة التموين، لثلاث شركات، شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة اسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ودي منتشر على مستوى بجانب برضو شركتي تجارة الجملة، الشركة العامة لتجارة الجملة في بتغطي محافظات الوجه البحري بجميع المنافذ، سواء توفير سلع تموينية، سواء توفير فارق نقاط الخبز، سواء توفير عندها هايبرات، نتكلم على دلتا ماركت، دلتا ماركت دي مجمع زي مجمع استهلاكية بتوفر يعني كلها أسعار موحدة، طبعا احنا بنتكلم على نجمة الشراء المجمع اللي عملها الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، بتوفر لكل يعني كلها اسعار موحده وباركود، يعني ما حدش يقدر يرفع السعر حتى في المجمعات الاستهلاكيه لاي سلعه بتتضرب بالباركود بيظهر عليها سعرها، وده والباركود طبعا يعني مشروع من المشروعات الناجحه في الميكنه، يعني طبعا بنسبه يمكن 100% دلوقتي على مستوى الشركات اللي تابعه الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بوزاره التموين، وبتوفر احنا بنتكلم على سلعه زي سلعه الرز ب 10 جنيه ونص، في شوف حضرتك يمكن الاسعار في الاسواق بتوصل 17 جنيه، يعني ليه ما نروحش المجمعات الاستهلاكيه نشتري منها وسلع مراقبه وسلع جيده، يعني بتوفر برضو نتكلم على اللحوم، اللحوم السودانيه الطازجه بسعر 115 جنيه مقارنه بسعر بره 160 170 جنيه 180 جنيه، بتكلم على الدواجن برضو المجمده ب 45 جنيه، بتكلم على اللحوم مبرده، وده بيعمل عمليه اتاحه وتوفير للسلع، ويعتبر هي زي رمانة الميزان، دي بتوفر السلع، بتعمل عمليه ربط الاسواق بجانب ان المواطن المصري المفروض في سلعه ارتفعت، احنا بنعمل يعني في دور، احنا كنت قلت لحضرتك يمكن نرجع لها، ده دور المجتمع المدني، دور المجتمع المدني مهم جدا في عمليه التوعيه، وفي على فكره مجتمع مدني يعني جمعيات متخصصه في حمايه المستهلك بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي مع وزاره مع جهاز حمايه المستهلك، بتنزل برضو يعني مرور
ودراسة بتتعمل في الهدف الآخر القضاء على جشع التجار. طبعا لجشع التجار. طيب أستاذ صلاح عامر اسمح لنا، معانا الكاتب الصحفي حسن أبو غزيم مسؤول ملف رئاسة الوزراء في روزا اليوسف. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. مساء الخير وعلى حضرتك يا فندم، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معنا في برنامج ملفات. يعني حضرتك حدثنا عن استراتيجية الحكومة في مواجهة جشع التجار وضبط الأسواق ودور مجلس الوزراء في القضاء على هذه الظاهرة، ونحن نعلم أنها ليست مسؤولية وزارة واحدة لكن هي مسؤولية أكثر من وزارة. يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلت هناك استراتيجية لم تكن للحكومة فقط ولكن استراتيجية الدولة المصرية لمحاربة جشع بعض التجار. احنا مش هنقول كل التجار عشان نكون منصفين مع انفسنا، بعض التجار اللي هم بيحاولوا ان هم يعني يستغلوا الازمات في بعض الاوقات، ولكن الحكومة المصرية هناك عدد كبير من الوزارات لم تكن يعني وزارة معينة، ولكن هناك عدد من الوزارات المشتركة في هذا الامر لمواجهة يعني ومنع الاحتكار، وبالنسبة للاسعار اللي هي بتزيد في بعض نتيجة الأزمات، ولكن مع وجود القانون محدش هيقدر يستغل المواطن مع وجود الرقابة، سواء الرقابة الحكومية أو الرقابة من خلال الوزارات أو الرقابة الشعبية. أنا بعتبر الرقابة الشعبية دي مهمة جدا في حالة وجود غلاء لأي سلعة. والله أقول لحضرتك واللي أنا بعمله، يعني ما تشتريش هذه السلعة وغصب عن التاجر مؤكد أنه هو هينزل بهذا السعر، لأن هي العملية عرض وطلب، ولكن عندما يزيد والدولة المصرية يمكن وجهت في هذا الأمر، وكان هناك تكليف من القيادة السياسية السيد الرئيس في أحد المؤتمرات العامة أو أحد الاجتماعات وجه الحكومة والسادة المحافظين بوجود طبعا أراضي فضاء لإقامة يعني أسواق كبيرة عليها على غرار طبعا سوق العبور وسوق الجملة في 6 أكتوبر، عشان يعني منع الوسطاء ومنع يعني بعض التجار اللي هم بيزودوا الأسعار على المواطن. وبالفعل الحكومة يمكن عملت أكثر من اجتماع مع التنمية المحلية بالتنسيق وبينها وبين وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على أساس يتم توفير قطع أراضي فضاء، سواء يتم تأجيرها سواء إذا كانت أملاك دولة أو حتى يتم تأجيرها من المواطنين ويتم إقامة أسواق عليها. وإحنا شفنا هذا الأمر خلال الفترة الماضية، حتى بالنسبة لي يعني خلال شهر رمضان وبعد رمضان كذلك المنافذ الثابتة والمتحركة اللي هي زادت، وكان هناك توجه من الدولة المصرية بزيادة هذه المنافذ الثابتة والمتحركة من أجل طبعا وجود معروض أكثر، من أجل وفرة هذه يعني السلع لمنع احتكار المواطن محدش هيقدر يحتكره، ولكن الرقابة الشعبية مهمة جدا. طبعا هناك خط ساخن لمجلس الوزراء وهو 16-25، يستطيع أي مشاهد كريم يسمعنا دلوقتي يتصل بالخط الساخن، وهذا الخط يعني بيتواصل مع المواطن على مدار الساعة، ويمكن شهرين يا فندم بيتلقى هذا الخط يعني لا يقل عن من 90-100,000 شكوى شهريا وبيتم حلها، لأن هذه يعني منظومة الشكاوى الحكومية التي تم إنشائها بقرار جمهوري في عام 2014 الدولة المصرية مهتمة جدا بها. رئيس مجلس الوزراء بيتلقى تقرير شهري من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية من أجل الوقوف طبعا على وأهم شيء هو حل الشكاوى. يعني أستاذ حسن، يعني الشكاوى بتوصل وبيتم حلها وده أهم شيء. أستاذ حسن أبو غزيم مسؤول ملف رئاسة الوزراء في روزا اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية الشاملة لهذه المنظومة التي تهدف في النهاية إلى صالح المواطن. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام إن احنا نخرج إلى تقرير مع زميلنا هادي سلامة، ونرجع نواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ صلاح عامر. تدابير وإجراءات حاسمة اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من أشكال الجشع التي تصاحب عملية تحليل المواد البترولية
نتيجة تقلبات السوق العالمية والتي يعتبرها البعض فرصة للتربح من دون نظر لقيمة السوق العرض والطلب. وزارة التموين عن طريق الشركة القابضة والشركات التابعة بتقوم بتوفير كمية كبيرة جدا من السلع الأساسية للمواطنين، سواء سلع أساسية أو خضار أو فاكهة أو لحوم مجمدة أو لحوم طازجة أو دواجن، جميع أنواع السلع موجودة المجمعات الاستهلاكية، وأي مجمع استهلاك هتخش فيه هتلاقي فيه سلع تكفي المواطنين مش أقل من 3-4 شهور. ثانيا أنت عندك مخازن في الشركات، مخازن كتير جدا بتقوم كبيرة جدا في أي وقت أنت عايز، واحنا بنطمن المواطنين عن طريقكم وعن طريق الشركه، احنا بنقول لهم اطمئنوا دايما البضاعه في كل المجمعات الاستهلاكيه، ودي رساله الامان للمواطنين. الحكومه من جانبها حرصت على الا تزيد زيادات للمواطنين، لكن السؤال الحاح دور المواطن يطرح. لو فرضنا ان ده ظرف طارئ بناء على ظروف دوليه طارئ انعكست اثرها على كل المجتمع الدولي مش بس على مصر بزياده الاسعار اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، فالمفروض المواطن يقتصد في استهلاكه. الفرض مننا او الواحد ما نشجعش التاجر على انه يلعب بالناس الضعيفه دي، الناس الغلابه دي تعمل ايه؟ طب ما الحاجه كلها موجوده متوفره. المفروض ان هو يحاول يحارب التجار، ما يشتريش السلعه، لو يقدر ما يشتريهاش غصب عن التاجر هيضطر ان هو ينزل فيها غصب عنه، يا اما هتركض عنده تقعد في المخازن، يا اما هيبيعها بالسعر المناسب. الدوله طبعا زائد اجهزه المراقبه زائد الكلام ده كله، والناس تنزل، يعني ايه بيبقى في ارقام ان انت مثلا ما تسكتش على حقك، ان انت تنزل عامله لك ارقام انك تبلغ ان لو في تاجر ولا حاجه محتكر السوق ولا محتكر سلع عنده انك تبلغ. الدور اللي على المواطن ان هو الحاجه لو هي سعرها غالي عليه ما يشتريهاش. لا شك ان تعزيز الرقابه على الاسواق ومواقف السيارات يشكل رسائل الطمأنة بشأن استقرار الأسعار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات الوقود في مختلف المحافظات. دكتور صلاح، اسمح لنا نتكلم عن توجيهات سيادة الرئيس لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبالتحديد سلاسل الإمداد والتوريد والمناطق اللوجستية لدعم التجارة الداخلية. والله هو يعني في توجيهات من القيادة السياسية بزيادة التوسع في سلاسل الإمداد والتوزيع والتوريد والمناطق اللوجستية والمراكز التجارية وأسواق نصف الجملة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية فعلا يعني نجح في جذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لعمل 18 مشروع ما بين مناطق لوجستية وسلاسل إمداد وتوزيع ومناطق لوجستية. بتكلم على مناطق لوجستية تعبئة وتغليف وفرز، ودي يعني بتعمل ايه بقى؟ بتجيب من المنتج الى المستهلك، ودي بتقضي على مراحل التداول وتخفض الاسعار وتقلل التكلفه. ليه احنا بنشوف السلاسل التجاريه والهايبرات الكبيره والحاجات دي كلها بتعمل عروض او تخفيضات من الاسعار؟ ليه؟ لان بتاخد من المنتج الى المستهلك، وده قطاع التجاره الداخليه بتكلم على يمكن 55 مليار جنيه دولار في حجم مبيعات التجاره التجزئه. فطبعا ليه دور مميز بخفض مراحل التداول وتقليل التكلفة والعمل على خفض الأسعار، بجانب طبعا توفير فرص عمل للقطاع التجاري الداخلية منتشر على توفير سلاسل الإمداد والتوزيع والتوريد، وده له دور مميز وبارز في يعني تخفيض الأسعار بنسبة 30%. يعني المشروعات دي هتخفض بنسبة 30% بجانب الدور الحكومة، بجانب برضو المواطن له دور مهم جدا. يعني أنا عايزين أخيرا، هل هي مسؤولية الحكومة وحدها ولا دور الحكومه والمواطن؟ لا، الاثنين مع بعض يا فندم، الاثنين مع بعض. ويعني المواطن اذا كان فيه سلعه محدده رفعت سعرها بلغ عن السعر اللي هو الزياده اعلى من اسعار السعر المعلن، ده جريمه، يعني دي مخالفه تموينيه ازيد من الاسعار المعلنه، دي يعتبر يحاسب عليها القانون والكلام ده كله، يقاطع. احنا دايما ليه ما نقولش ان يعني سلاح المقاطعه ده بيعمل تخفيض الاسعار، بيخلي التاجر ده مجبر ان يخفض السعر
اللي عنده او السلعه اللي عنده. صحيح. وده مهم جدا. صحيح. جدا لدور المواطن ما يقفش حد يستغله من اي تاجر جشع يعني. صحيح. دكتور الاستاذ الصحفي صلاح عامر والمتخصص في شؤون وزاره التموين والتجاره الداخليه، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لك عزيزي المشاهد، مع تحيات كريمه ابو العنين رئيس التحرير، والمخرجة داليا صلاح الدين، وتحياتي نهل المدني، وإلى اللقاء.